كومون موتشو تا قصدينا تلعبوا لك ورا باش تخسي حساب البال السلام عليكم تعجبوا نحبوكم والمراركه خاوتنا ما كاش اللي يديرها بيناتنا المراركه حنا خاوه خاوه يا حجا سيتو ما خاوتنا جيتو بسلامة صالح منتخب الجزائر ولكن الحكم مشى اللعب خالص انا اعتقد ان فيها احتكاك ما تاكدتش منها 100% لان مركز مع الجمهور اكتر ما انا مركز مع الماتش لان الجماهير هنا صنع اجواء عظيمه يا جماعه لكوب دافري الشعب يريد لكوب دافري الشعب يريد لكوب دافري الشعب يريد لكوب دافري الكاميرا جت على مين على جمال بالماضي المدرجات كلها بصوت واحد بالماضي
جمال بالماضي يا جماعه. التوفيق كان جيد يعني ان شاء الله. جمال موجود قصد هنا تلعبوا له في ورا مش تخص فيه صاف البال. ما خلاص يا جماعه الدقيقه دلوقتي 88 النتيجه 1-0 لصالح منتخب الجزائر ضد منتخب اثيوبيا. كل التوفيق لمنتخب الجزائر. هارد لك النهارده كمان لمنتخب ليبيا اللي خسر من منتخب موزمبيق بنسبه 100% وخرج من البطوله. مبروك لمنتخب الجزائر الفوز النهارده. خلاص فيديو النهارده خلص. استنونا في فيديوهات كتير جدا عن البطوله مش بس المنتخب الجزائر. هنروح كل المباريات ان شاء الله ونصور لكم. استنونا في فيديوهات جديده. سلام.